فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أبا زيد النحوي يقول إنه كان يظن أن العبد إذا أحب الله أحبه الله، فلما قرأ القرآن تبين له أن الله إذا أحب العبد أحبه العبد، فهل في هذا التقديم والتأخير بأس؟ إيش يقول؟ يقول ذكر القرطبي في تفسيره أن أبا زيد النحوي يقول إنه كان يظن أن العبد إذا أحب الله أحبه الله، فلما قرأ القرآن تبين له أن الله إذا أحب العبد أحبه العبد، يقول فهل في هذا التقديم والتأخير من بأس؟ لا بأس، صحيح أن الله إذا أحب العبد وفقه لمحبته. نعم.